السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الأول أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم لينا. والفيديو اللي معانا هنتكلم عن تصريح مستشار رئيس الصحة عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وطبعا هو خبر مؤسف أو خبر محزن بالنسبة لحالة الفنانة دلال عبد العزيز. احنا عارفين ان هي الفترة اللي فاتت دي تم عمل مسحة وطلعت سلبية، وعملوا كذا مسحة بعديها كمان عشان يتأكدوا ان هي خلاص اتعافت من الكورونا، بس الفترة اللي هي فيها دلوقتي الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية كمان أكد الكلام ده، قال إن هو الفترة اللي هي فيها دلوقتي المفروض إن هي أصعب من فترة إصابتها بالكورونا، لأن الفترة دي الرئة اتأثرت وحالتها النفسية والجسدية كمان اتأثرت بعد الكورونا، وهي عندها نقص في الأكسجين. بالنسبة للفنانة دلال عبد العزيز دي مشكلة أساسية عندها بعد التعافي من الكورونا. وأكد مستشار رئيس الصحة على إن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية جدا، وبنتمنى ليها بالشفاء العاجل لأن فعلا حالتها متأخرة وحالتها غير مستقرة، وإحنا كمان بنرجو من حضراتكم الدعاء لها في الكومنتات بالشفاء العاجل. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي.